بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيشن بتاع اليوم راح نتكلم فيه عن حاجة لذيذة وجميلة اسمها الأوربت. الأوربت ده يا جماعة عبارة عن أوربت، حاجة كده بتلف دوائر، يعني ده موديل مثلا لأوربت. هو عامل فيه زي مكتبة صور، كل صورة ممكن يكون ليها مثلا جانب زي نص ممكن يشرح الكونتنت بتاعها، كما ان في بولت صغير ممكن اعمل فيه كنترول عليه بالاضافه لوجود السهمين يمين وشمال. ده يا جماعه بنسميه اوربت. ده اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنحاول نحكيه في السيشنز دي. في حلقه اليوم راح نتكلم عن البيزكس، شويه حاجات بسيطه كده للاستراكشر بتاع الاوربت. طيب اوكي، علشان نبتدي ندرج الاوربت ده يا جماعه احنا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين حاجتين اتنين. اول حاجه محتاجين حاجه كبيره اللي هي بتكون عباره عن الرابر، الديفيجن الكبير اللي هيشيل كل العناصر اللي راح تتحط جوه الاوربت ده. تجمع الديفيجن ده هياخد 3 حاجات، اولهم الكلاس اللي اسمه اوربت، تاني حاجه خاصيه اسمها داتا اوربت، تالت حاجه يا جماعه بتكون عباره عن رول، الخاصيه رول بالقيمه ريجون. ديت في التشارت كيوردات كلها محجوزة في الذاكرة يا جماعة. الجانب الثاني ببقى محتاج السلايد كونتينرز اللي هي ايه؟ اللي هي السلايدات اللي راح تتغير ما بين كل فترة والتانية يا جماعة، تمام؟ السلايدات يا جماعة بمنتهى البساطة عبارة عن ايه؟ عبارة عن يو اي، عبارة عن قايمة. المميز في القايمة دي انها علشان تمشي كسلايد او اقصد كاوربت انها تاخد كلاس مميز شوية. الكلاس ده هيكون عبارة عن اوربت كونتينر. اوربت كونتينر اوكي، مش راح تاخد حاجه تاني. الجانب التاني بيبقى العناصر بتاعتي كلها. طبعا كل سلايد يا جماعه يتحط في ال اي خاصه بيه، يعني كل شريحه انا عايزها تظهر معايا تتحط في سلايد خاص بيها. طبعا كالعاده لازم أن يكون في امر مميز للسلايدز دي عشان ما تبقاش يعني ستايلاتها تبقى غريبه شويه. السلايدز هتاخد يا جماعه الكلاس اللي اسمه اوربت سلايد. هحط الكلاس بتاعي بره الكوتيشنز، هدخلهم جوه. ده الكلاس ده طبعا هيتاخد معاه كل عنصر في اللاي. وفي المثال بتاع انا هحاول احكي المثال بتاعي هو بتاعه هو يا جماعه، هو عامل ايمج شباب في الصور بتاعه، فانا هعمل ايمج. انا معايا 3 حاجات، طبعا اس ار سي عشان اعرف السورس بتاعي فين هو بالظبط، ومعايا الت عشان الالترناتيف تكست، وشغل ابسوليوتلي لازم أن يكون في. انتوا فهمتوا الفكره يا جماعه، كل وسم لازم يكون في حاجه تربطه بالاب بتاعه او بالمجال اللي هو موجود فيه. ده هيكون تاثير الكلاس يا جماعه. طيب المفروض انا اول صوره معايا موجوده كانت في فولدر اسمه ايمج، لسه لازم ناخد التنظيمه بتاعتي 01 دوت جي بي جي، يا رب يكون مسار صحيح. قلت انا هسيبه دلوقتي. القيمه بتاعت الكلاس في الايمج ده هتكون عباره عن اوربت ايمج، وده امر بالنسبه لي يعتبر مهم بصراحه. وخد بالك من الكيوردات ديت عشان لو في حاجة اتنفت ممكن الكود ما يمشيش زي ما انت عايز يعني. طيب اوكي، خلينا نشوف ايه اللي احنا عملناه. دي عملنا صورة مفروضة بحجم كبير شوية او كبير شويتين طبعا. طيب ماشي، ايه القصة؟ انت ما فيش اي حاجة تانية؟ طيب انت ما عندكش صورة واحدة بس، عشان كده هي اخدت المساحة دي كلها. انت حضرتك ما حطيتلهوش اي كنترولز او اي كونتنت تاني. طيب جميل، خلونا بالمرة قبل ما نتكلم عن الكونتنت والكنترولز نقول انا ممكن برضو جوه ال اي ابتدي ادرج النص الشارح اللي من تحت اللي كان موجود في الشارح في الموديل بتاعه، هو اللي كان كاتب لي كلمة معينة بستايل جميل. ده يا جماعة واحدة من ضمن النقط اللي ممكن تعملها باستخدام الخاصية او العنصر بقى اللي اسمه فيج كابشن. ده برضو من الكلمات المحجوزة في الذاكرة لاستدعاء العنصر. ابتدي اكتب مثلا الكنترول اللي انا عايزه، الكابشن اللي انا عايزه، او نكتب انا هكتب في الصوره دي بيكتشر نمبر 01 مثلا. لو انا عملت كنترول الصوره اشوف اللي انا عملته ايه، ريفرش للصفحه لكن ادي الفيجر بتاعي من تحت او الكابشن بتاعي. طبعا ده الافتراضي فيه، لكن شور انت لازم تسال نفسك سؤال، ايه اللي هيربط الكلام ده بالكونتنت اللي هو الرابر اللي هي القصه بتاعت الاوربت بالظبط كده؟ لازم يكون في كلاس مميز للجانب.
الكلاس هو اللي هيدي له الستايلات الخاصه بان هو يبقى اوربت. هي مساله بتمشي كده بقى. هم في تنظيمتهم عاملين ايه؟ عاملين طب اوربت، اوربت محتاج ايه؟ محتاج كابشن، محتاج. طب ايه رايك لو نستايل الحاجات دي بستايل جميل؟ ايه دي الفكره اللي هم بيحاولوا يعملوا بيها الفريم ورك ده؟ عشان ف ده هياخد اوربت كابشن، اوربت كابشن هيكون عباره عن القيمه بتاعت الكلاس ده. فطبعا هنشوف الفرق. شوف لو عملنا ريفرش هنلاقي ديت الكابشن ظهرت معايا بالتأثير اللون الأسود اللي واخد ترانسبيرنسي وتقريبا، والكلمة بتاعتي واخدة بادنج وكده يعني متظبطة في المجاز ده. طيب أنا ما عنديش عناصر تانية للأسف، فطبعا أنا محتاج إني أدرج مجموعة من العناصر التانية، فعلى طول دايركتلي أنا عارف إن كل إل أي هيبتدي أدرج عنصر معين. أنا معايا أربع صور، أدرج أربع ديفيجنز أشوف. ده خاص بالصورة رقم 2، وده هخليه خاص بالصورة رقم 3، والجنب ده خاص بالصورة رقم 4. وابتدي اعمل كونتور الصورة، هشوف الكونتنت بتاعي. طبعا هذه اول صوره معايا. اني طبعا لسه ما عملتش اي كنترولز في الاوربت ده، يعني ما عنديش اي ادوات خالص، فبالتالي مش لاقي اسهم ولا حتى لاقي البولت اللي كانت موجودة من تحت اللي شفناها عنده هو من شوية. هو طبعا ان الكلام ده كله كان ما عنديش اي ادوات، ان شاء الله باذن الادوات هيتم تأصيلها في السيشنز اللي جاية. فانا شغلي كله كان على الافتراضي بتاع الاوربت ده اجمع. فحتى واضح ان هو الاصل فيه ان هو يبتدي يحرك لي الكلام ده بترانزيشنز كل فتره زمنيه معينه لو انا كنت ماشي الكودي بشكل صحيح. اوربت كونتينر، اوربت سلايد، اوربت ايمج ده الكلاس بتاعي، اوربت كابشن تقريبا كودي انا كان صحيح يعني. تمام. فهو بيحاول يعمل الكنترول دي بس تقريبا كل فترة زمنية معينة. ده في جلب الافتراضات بتاعته هو بيحاول يحكيها ما بين كل فترة والتانية، هيبتدي يحاول يغير في الصورة اللي حضرتك حاولت تجربها، ومع الكنترولز راح توضح أكتر يعني. بس ده القيم الافتراضية حتى الآن. ده بالنسبة لجانب البيزكس. الجانب إن شاء الله بإذن الله السيشن اللي جاي مع النيكست والبريفيوس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.